ايوان كتير محمس لهالشغل، عم يضل حكي عنه ليل نهار، يعني عشوي رح يصير مثل عاصي. هيك صعب شوي، ما في حدا مثل عاصي مهووس بالشغل. شو ياسمينة؟ ما سمعتي تطلبنا شو قالت؟ لا شو قالت؟ عم نحكي عن عاصي، قد ايه هو مهووس بالشغل؟ ايه صحيح. ايه هيدي مدام أمينة السر تبع الجمعية، ترد عليها بالاذن. اذنك معك. الو دخلي نديم دقيت على كعبها؟ ليش انا صدقت انك قلتي لي فيك تحكي؟ ايه بس بعد ما كنت وصلت على اوضتي. بدي اشوفك يا سمينة. نديم قلت لك فيك تحكيني على التليفون بس ما قلت لك فيي اظهر هلا. بس جوزك بيظهر ساعة اللي بده وبيرجع ساعة اللي بده. جوزي غير انا. ما فهمتها هي. كيف يعني جوزك غير انت؟ شو هالتمييز هيدا؟ ما في انا غير عقلة جوزي ولا عقلة اهله، هن هيك وانا ما في اعمل شيء نديم. ماني معود عليك ضعيفة هالقد. هلا نديم دقيت لي لحتى نحكي عني وعن عاصي؟ لا لا بدي احكي عني وعنك. بدي خبرك انه كل وقت عم فكر فيك. ياسمينة عن جد اشتقت لك. لحقت؟ ايه لحقت. ليش انت ما اشتقتي لي؟ أنا كل وقت أفكر فيك. طيب طيب الله يساعدنا عليك نديم. طيب أوكي فإذا بنحكي بكرة. يلا باي باي. روبي ما ملاحظة إنه اليوم مرتين فكتي لعندي بدون ما تدقي؟ أنا دقيت ياسمينة بس شكلك أنت ما سمعتي، كنت مشغولة. طيب شو في هلا شو بدك؟ لا ما في شيء بس حابة أحكي معك شوي. إيه وعن شو؟ عنك أنت. ياسمينة صاير معك شيء جديد؟ لا، ليش عم تسألي هيك سؤال؟ لا بس انه حسيتك مانيك على بعضك، يعني ما بعرف كيف اقول لك بس انه حسيت لازم احكيك. ياسمينة اوعى تكوني عم تجربي تسعد تجيبي ولد مثل هديك المره. روبي هيدا الموضوع سكرت عليه، بعدين ليه بتحبي تذكريني فيه؟ اصلا ما بقى يهمني اذا بجيب ولد ولا لا. اوف وشو يلي تغير فجاه؟ ما في شيء تغير بس انا قررت ما بقى اعصب حالي كرمال هيدا الموضوع. طيب على كل حال إذا حبيت تحكي وتفشي خليك أنا حاضرة إنه أسمعك. شو بك يا روبي؟ قلت لك ما بني شيء، ليه مصرة تضايقيني؟ طيب خلص سكتت. بس إنه هيك عم ذكرك إنه منك لحالك. أوكي روبي. ميرسي على اهتمام. بس إذا ما بقى عندك شيء تقولي تركيني أنا تعبانة وبدي أنام. أوكي. بونوي. بونوي. مش مصدق انه رجعت شفتك عندي. بالعاده ما بعطي فرص تاني بس كرمالك كسرت العاده. اوعى تنزعي. هون ده اكيد ما رح انزع. عسى انا كثير اشتقت لك. ايوه انا كمان. بدي اعتذر منك على كل شيء صدر مني. انا هبله غلطت بحقك. ما اتفقنا ما نحكي بهالموضوع بقى. لا خليني احكي بس مره. بدي أفسر لك وفهمك شو صار، ما بدي تكون حاطط نقطة سود علي.
ما بهمنا تعتذري لي ولا تبرري لي. مهم انك تعلمتي من غلطك وندمت عليه اهم شيء. ومن يوم ورايح تصرفك هو اللي حيحدد لي اذا بتستاهلك انت الفرصه ولا لا. بكره بتشوف رح استاهلها. اصلا انا بعدني سيرين اللي بتعرفها. اوكي غلطت بس انا بعدني بحبك. انت اهم شيء بحياتي. عجد؟ طب اثبتي لي. اشتقت لك حياتي، اشتقت لك كثير. وانا كمان. وعدني ما تتركني، وعدني ما تخليني وحيدة وتعذبني. أنت اللي كان بدك هيك مش أنا. أنت رجعي سيرين اللي بعرفها. وبوعدك ساعتها ما في شي حيبعدنا عنك. أكيد ما في شي رح يبعدنا عن بعض. أنت إلي وأنا إلك. لو حتى بالسر. هيدي الحقيقة. سألتيني أي ساعة سربت امبارح؟ وليه بدي أسألك؟ بتكون خلصت شغل وجيت. ما بعرف إنه بركي ما كنت بالشغل مثلا. وإذا ما كنت بالشغل وسألتك يعني رح تقلي وين كنت؟ غريب شو هالهدوء المفاجئ. مش معوض عليك ايه؟ انت طلبت مني اكون رايقه وهاديه، عم بعمل مثل ما بدك. زعلان؟ اكيد لا بالعكس. بس مستغرب. طيب حياتي ما تضيع وقتك، يلا كفي لبسك وروح على الشغل احسن ما تلتهي. شي محل رجع؟ ايه عندي اجتماع بالجمعية بس. طيب تبعي حالك. عن جد ليك سؤال حلو، ليش شو عم تسهبلي لي انت؟ مش شايفه حالك شو عملت امبارح؟ نزعتيها على الاخر. نزعتها بالنسبه لإلك، بس بالنسبه لإلي صار مثل ما انا بدي. ولي هبل عم يضحك عليكي، خايف منك لك عم تشتغلي ضده. اوعى تحكيني بهالطريقه، فاهم؟ حلو قوي نبضك كمان. ايه، تفضل فل من هون، خلص خلص الحديث بيناتنا. اه هيك يعني تخليتي عني هلا خلص؟ ايميليو نحن متفقين هيك؟ انت كل همك تستفز عاصي وانا كل همي اني ارجع له.
ما في اي مشكل. بلا في مشكل شيرين، في مشكل انه انا الوحيد طلعت خسران. هلا مشكلتك. خلص ايميليو تفضل فل من هون وما بقى ترجع. انا مش مستعده يعرف عاصي اني عم شوفك او احكي معك. اكيد هالمره ما بيسمحني. اوعى تفكري انها خلصت هون. هلا انت صرت صديقته لعاصي، يعني صرت عدوتي، فانتبه على حالك. هلا انت جرب غلط معي وشوف شو بعمل. يا حبيبتي تعلمي شغله، ما بحياتك تهددي شخص ما عنده شي يخسره، بس انت وعاصي عندكم كتير اشياء تخسروها، فتلقي من هلا ورايح. شو قصدك؟ يقبرني الحلو. ما تخافي، مع الوقت رح تعرفي شو قصدي. حضري حالك. مفروض يكون ما تغير اتفاقنا نحن، يعني أنا اللي بدي أقلك مش أنت. بعرف حبيبي سوري، بس إجا إيميليو اللي عندي اليوم وهددني. ما بعرف شو ناوي يعمل فيه وفيك. أنه من عقلك هتلاقيني همه هيدا، ما بيطلع بإيده شيء. ما بعرف، بس إيميليو بيعرف قصتي كلها معك. بركي رح خبر ياسمينة. ما له مصلحة، إيميليو هدفه يأذيني بشغلي وشركتي مش بحياتي الخاصة. وانت شو عرفك؟ أكيد بيعملها. بركي لاقى حاله مش قادر يطالك بشغلك، فبيروح يفتح قدام مرتك. عاصي هددني بجدية. أكيد بيعملها. هو يجرب يعملها وحيكون آخر شي بيعمله بحياته. ما بعرف عاصي، أنا كتير خايفة منه. هلا المهم حطيتك بالجو. لا مش هيدا المهم، المهم هلا انك انت ما بقى تتعاطي معه نهائيا، فهمتي؟ اكيد فهمت. مانك جاي لعندي عشية؟ ما بعرف حسب الشغل، اذا فضيت بحكيكي. ليه قلت اللي نتلاقى هون؟ تفرجيك الأرض. شو رأيك بهالموقع للمول تبعنا؟ وليه هالأرض تحديداً؟ موقعها بجنن، بعدين واسعة، وأرضها كتير صالحة للعمار. إيوان، أنت ابن المنطقة، أكيد بتعرف هالأرض لمين. أنا برأيي تحكيهم وتشوف شو طالبين ليبيعوها. لوقتها شادي، لوقتها. لا لا إيوان مش هيك، يمكن ما يبيعوك بسهولة، بعدين يمكن القصة تاخد وقت. أنا برأيي إنك تحركش لحتى نكسب وقت. شادي، هالأرض لبيي. آه عن جد؟ شو عم بمزح معك؟ كرمال هيك وقتها بدنا نبلش بالمشروع ما في مشكلة. إذا هيك خليني آخذ كم صورة للأرض وبنطر منك الخرايط، هيك بس نبلش بخلص بسرعة. تطلبنا؟ ملاحظة شي غريب على ياسمينة؟ ايه أكيد، ملاحظة إنه عم بتضلها تعبانة وأكلها مش مزبوط، والأهم من هيك إنه هاليومين ما شربت ولا نقطة ويسكي. ايه مزبوط. أنا بقول حبلي. عن جد حبلي؟ هيك حاسة، حبلي وما بدها تقول لحدا هلا، لبينما تقطع أول فترة، أو حبلي وما معها خبر. كرمال هيك امبارح قلت لها تروح تشوف حكيم. ان شاء الله يا تنطلبنا يلي عم تحكي يكون عن جد مزبوط، لانه ياسمين عم تحلم تجيب ولد.
شو هالحلو هيدا. ميرسي طلبنا. عندي اجتماع مهم قلت بظبط حالي شوي. شو؟ شكله اجتماع كتير مهم تا هيك مزبطة حالك هالقد؟ ايه اجتماع مع ناس حابين يقدموا تمويل معي بالجمعية. ايه موافقة حبيبتي. بس بالأول طمنيني عليكي. أنا بالي مشغول عليكي. أنت منيحة؟ ايه منيحة طلبنا. ليه بالك مشغول؟ لا لا ولا شيء. ما رح أخرك. دخلك وينه مسعود؟ مسعود ناطرني برا على البوابة الثانية، قلت له ينطرني مستعجلة جاية. يلا باي. 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 بتحليه؟ هيئتها بدها تجيب صبي. كمان؟ إن شاء الله يكون إحساسي مزبوط. يا الله قديش رح ينبسط جواد. كلنا رح ننبسط له. عقبالك حبيبتي. ميرسي تنطلبنا. أنا سقعت شوي، عم فكر أطلع أجيب جاكيت، انطريني هون هلأ برجع. إذا رح ترجعي بنترك، هيك هيك والقهوة بعدها بأولها. إيه. قلت بظبط حالي شوي. طيب اوكي، فاذا بنحكي بكره. يلا باي باي. روبي ما ملاحظه انه اليوم مرتين فتي لعندي بدون ما تدقي؟ ياسمينة صاير معك شيء جديد؟ لا، ليش عم تسالي هيك سؤال؟ لا بس انه حسيتك مانك على بعضك. يعني ما بعرف كيف اقول لك، بس انه حسيت لازم احكيكي. بس جيت. شو؟ لوين بدك تاخذنا اليوم؟ كيف تجرى منك مرعوبة؟ ايه لأنه قررت اليوم كون ياسمينة القديمة. ياسمينة بتحب الحياة وما بتخاف من شيء. عايش اللحظة بدون ما فكر شو رح يصير من بعدها. اوف تصريح خطير هيدا، بس أنا كتير بوافق عليه. اوكي كتير منيح. لوين بدك تاخذنا؟ أو بتعرف؟ خليها مفاجأة. خدني مطرح ما بدك وفاجئني. لك ألف طلب مثل هالطلب. إميليو بدي أسألك سؤال كتير ضروري. قولي بونجور بالأول. هلا بلك بونجور. جاوبني بالأول، أنت بعدك أصحاب عن عديم مخول؟ شو ذكرك فيه هذا هلا؟ اللي عم تسأليني عنه.
يا الله خيي انت مستحيل، ولا مره بسالك سؤال الا ما بدك شرح وتفصيل. جاوبني على قد السؤال، بعدك اصحاب معه ولا لا؟ يا عمي لا، صار لي زمان ما شفته. ليش وبين؟ لا ما بشي، خلص نسي الموضوع. اه والله لك مستحلي شي مره يا اختي انا اسالك وانت تجاوبي، انت بدك تسالي وتاخذي على طول الاجوبه. وانا ممنوع. حياتي في ناس هلا حدي ما فيي كثير احكي. على اساس انه اذا كنت لحالك كنت رح تجاوبيني. ما بتعرف، يمكن هالمره فاجئك وخبرك. بتعرفي شو روبي؟ عندي شغل، نحكي بعدين. يلا باي. باي اميليو. أساس أنا حمارت أخبرك. شو؟ لوين حتاخدني اليوم؟ مش على أساس طلبت إني فاجئك؟ بلا، بس ما تخليني أندم. أكيد ما رح خليك أندم، بالعكس رح خليك تطلبي مني هذا الطلب كل يوم. شو نديم؟ كل يوم؟ شو فكر حتشوفني كل يوم؟ كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. لا إذا أنت بدك تشوفيني. لا بالعكس نديم، تعرف صار لي زمان مش حاسة حالي عايشة هالقد، صار له زمان ما حدا حسسني اني موجودة اصلا. اشتقت لك يا زلمة، اشتقت لك اكثر ما تتصوري. روبي وينك حبيبتي؟ أخرت علي، بردت القهوة. يلا نازلي تطلبنا مشي. يلا. وين الجاكيت؟ خلص بلا جاكيت، ما بقى برداني. أكيد؟ يلا. هول الفايلات امبارح طلبتهم من المحاسبة. وعندك هول الايميلات اللي قلت لي اطبع لك اياهم. ميرسي زينة. بدي منك ما بقى حدا يفوت لعندي من هلا لشي ساعة وما تحولي لي ولا اتصال. حاضر. بعد في هيدا. شو هي؟ رسالة. في شخص امبارح ترك لك اياها تحت مع السكيورتي. رسالة؟ بعد في حدا بيبعت رسائل بالايام؟ مش سامعين بالايميل؟ يلا انا بعدين نشوف عنهم. بس زينة مثل ما قلت لك ولا حدا يفوت لعندي ولا تقطشينا على ساعة زمان على القليلة. لوين نديم؟ ننزل بناخد اوضه ونقعد على رواق، هيك ما حدا بيشوفك. لا لا نديم، اكيد مش رح انزل معك على الاوتيل. ما يروح فكرك لبيت، انا قلت نيجي لهون بس لحتى انت تكوني مرتاحه. لا نديم، هون ما بكون مرتاحه. خلص ردنا على البيت اذا ما في محل تاني. شو بكي يا قلبي؟ مع اساس كنت مقرره ما تخافي اليوم. ايه مقرره ما اخاف، بس مش مقرره اغلط. وحياتك ما حدق فيك. بس بس نديم خلص ردنا على البيت، بدي ارجع على المزرعه. خلص روقي عم بمزح معك. اوكي بنروح على مطرح تاني، بس مهم كون انا وياك سوا. اوكي، بس قلي لوين قبل؟ على مطرح كثير رح تحبيه. انا اكيد. طيب بس خليني اقفل من هون. شربت قهوتك لأنها بردت، رح أقول لعليا تعمل لنا ركوة تانية. لا لا تطلبنا، أنا ما بقى بدي قهوة، أنا هيك بشرب شوي لحتى سايرك. إي بعرف حبيبتي. بس هلا لا عم بتسيريني ولا عم تحكي بالمرة. وين سارحة يا روبي؟ وين؟ عم فكر بإيوان وبشغله الجديد، غريب كيف عمو جواد قبل معه.
ايه بعرف حبيبتي، بس شافه مبسوط وهو ابنه يعني ما رح يوقف بوجهه. بتعرفي طعم لبنان؟ أنا زهقانة شوي، عم فكر انزل على بيروت هيك بركي بقطع شوي على السوق وبروح بشوف رفيقتي، بتجي معي؟ لا لا حبيبتي، أنا شو بدي أروح أعمل عند رفيقتي؟ المهم أنت تروحي وتغيري جو. طيب، رح أطلع أجيب أغراضي وأمشي. شو؟ ظبطت معي هالمرة ولا هون كمان مش منيح؟ معقول عم تسألني هيك سؤال نديم؟ أنت بتعرف قد إيه بحب البحر؟ قد إيه صار لي ما شفت البحر؟ دخلك أنت مجوزة أو محبوسة؟ يمكن الاثنين. بس هيدا شيء غريب يا سمينة. أنت مزوجة عاصي الأبيض، يعني لازم كل شهرين يسافرك يكسرك ببلد. عاصي بسافر كتير وبيقول إنه ما في وقت، رايح شغل وما في وقت للكسرة، ما بيخدني معه. وأنت من عقلك إنه بس بيسافر شغل عاصي؟ شو فكرني هالقد جد بناديم؟ بس ساكتة. مش مجبورة تضلي ساكتة. عاصي ما بيعرف قيمتك ولا بيحبك، ليه مصرة تضلي معه؟ لأنه ما عندي غير حال. وعجبتك هيك عيشة؟ هيك بدك تبقي؟ نديم بليز، أنا عم شوفك تنسى الحياة اللي عايشتها. كل ما بنظهر ما بنحكي إلا بنفس الموضوع عن عاصي. لأنه عاصي اللي واقف بيني وبينك، كل ما أنت معه ما رح أقدر أكون أنا وياكي. وما رح نقدر نكون مع بعض، هي حطها براسك نديم. اكتفي بس إنه عم نقدر نشوف بعض من وقت للتاني. يمكن هلأ بكتفي، بس بعدين لا. أنا كل يوم عم بتعلق فيك عن يوم يا سمينة. بعدين ما رح اتحمل تكوني انت وياه عايشه ببيت واحد. نديم فهمني، ما فيي اتركه حتى لو بكره الحياه الجحيم اللي عايشتها معه، ما فيي اتركه. لانك بتخافي منه مش لانك بتحبيه. يمكن معك حق، لانه سلف بعرف عاصي انه ما بيتقبل الخساره، ما رح يخليني اتركه وحتى ما رح يطلقني. ما في يجبرك تضلي معه بالقوه. عن جد نديم ما في يجبرني. فاذا انت ما بتعرف عاصي الابيض منيح، إذا تجرأت وقفت بوجهه رح يكون عندي خيارين. الأول إني ضل بالقصر وعيش جحيم أكثر من ما أنا عايشة، أو إني فل وما أعرف شو يعمل فيي. ما في يعمل معك شيء. شفت؟ قلت لك ما بتعرف عاصي الأبيض منيح. بلا يا سمينة، بعرفه كثير منيح، وبأكد لك ما رح يأذيكي إذا كنتي ماسكة عليه شيء. شو قصدك؟ كيفك اليوم؟ الحمد لله ست روبي. بتريدي اوصلك لمحل؟ لا ميرسي، معي سيارتي. دخلك؟ لوين وصلت لياسمينة اليوم؟ لأنه عم فكر تلفن لشوف وينها هيك، بركي بلاقيها إذا كانت قريبة. ست ياسمينة ما راحت معي اليوم. كيف راحت لكان؟ ما عندي فكرة، بصراحة أنا ما بتدخل، بس شفتها رايحة من هون ماشي، بس ما عرفت لوين. أكيد بتكون قريبة فإذا. هلأ أنا بتلفن لها وبشوف وينها. ميرسي مسلم. الله معك. We'll be right back.
شو عم تعمل هون انت وياه؟ ماشي عم ناخذ خمسوره بس. تاخذ خمسوره؟ ليه مين سمح لك تاخذ صوره؟ مين سمح لك تفوت لهون؟ شو فكر الارض مال اصحاب؟ استاذ لحظه شوي، نحن من قبل المهندس شادي، هو بعتنا لحتى نصور هون. انا ما حدا خبرني، ما بهمني من طرف مين. عم بقول لك وقف تصوير، حمول حالك، خذ كاميرتك واظهر من هون بسرعه، بسرعه لشوف. يا ريت بتحكي الاستاذ شادي قبل. ما بدي خبر حدا وما بدي احكي مع حدا. عم بقول لك لهون ما بتفوت اذا ما معك اذن، هيدي ارض لاصحاب وممنوع تدعس فيها. يلا لشوف. بسرعة. طيب طيب رح نمشي. ايوان انت ليه اخترت هالارض؟ شادي شايف انها مناسبة وقال لي انه موقعها حلو. موقعها عادي وفي اراضي افضل منها بكثير اذا كنت مصمم على هيك مشروع. طيب قل لي اي ارض تقترح وانا بخبر شادي شوفها وبنرجع بنقرر. احكي خيك الكبير بالاول، خذ نصيحته وبعدين بنحكي بالموضوع. رح احكيه بابا، رح احكيه، مش لشوفه بالاول؟ انزل على الشركة بتشوفه. مرحبا. اهلا نمر. ايه نمر. للصراحة صار شيء شوي غريب هلا، ما بعرف إذا حدا منكم معه علم فيه. خير نمر شو في؟ كان في شبان عم بيصوروا بأرض التلج. هاي الأرض اللي عم نحكي عنها يعني. من أين هؤلاء الشباب؟ الصراحة ما بعرفهم. وقلبي ما اطمن للموضوع، شحطهم دغري وقال عندهم إذن من المهندس شادي. معك خبر بهالموضوع؟ لا أبدا ما خبرني شيء. اتصل فيه وصل. اتصل فيه من هون. تليفوني مش معي ومش حافظ نمرته. شو عم بيصير يا نمر؟ بقى الصراحة يا خواجة جواد ما بعرف. راسي انشغل كثير بالموضوع لما شفتهم، عصبت عليهم وشحطهم. وأنا ماني مطمن أبدا، هذا شادي زعجني. هيدو عم بيخطط لشيء. يعني منيح اللي شحطهم. طبعا طبعا. وأنا بدي كلفك بمهمة سريعة، بدي تتحرالي عن هيدا اللي اسمه شادي، بدي أصله وفصله وأعرف شو اللي براسه، شو ناوي يعمل. حاضر خوجة جواد، رح أجمع عنه معلومات بأسرع وقت ممكن. نمر اسمعني، بدي تكلف لي شابين ثلاثة تاخذهم على الأرض، خليني حرسوها، وممنوع حدا يدخل عليا إلا بإذن مني حتى لو كانوا ولادي. حاضر خوجة شباب، حاضر بالإذن. ايه شادي، بس انت ما لك حق، انا ما اكدت لك انه بدنا ناخد هيدي الارض. يا شادي انت حطيتني موقف محرج دام البابا. يا خيي بينت انا انه ما بعرف بشي ومش قد المسؤوليه. طيب خلص انا رح احكي لبابا هلا وقول له صار في سوء تفاهم، بس اوعى تتصرف من راسك بعد. ايه اوكي. هيدي كل القصة عاصم، شادي ما كان قصده شيء يعني، تحمس زيادة عن اللزوم. قال ما بقى يتحمس. هيدي الأرض ما حدا رح يدق فيها. ليه يعني؟ البابا موافق إذا أنت موافق. وأنا مش موافق. هيدي الأرض لها قيمة معنوية كبيرة عند البابا. بتذكر هيدي أول أرض كان بيشتريها من أربع شركته. بعرف عاصم. بس هيدي الأرض متروكة، ما عم نستفيد منها. ومش ضروري نستفيد.
مش كل شيء بالمصاري خيي. انت عم تحكي هيك؟ انا معي حق بابا ولا لا؟